السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب حبايب قلبي، رسالة النهاردة لكم، رسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا الطويل. طيب، رسالة النهاردة حبايب قلبي هي عن البوابات التقية اللي بتفتح في 7/7 بإذن الله. هي بوابة تقية، بوابة 7/7، بوابة روحانية، بوابة تقية، فيها تحقيق كتير للأهداف والأماني. بس انتم محتاجين تسمعوا ايه في دخول او فتح البوابة دي عليكم بإذن الله. محتاجين تسمعوا انتم لازم تركزوا على نفسكم شوية، لازم تركزوا على الجذب في الفترة دي، بوابة 7/7. لازم انكم تشتغلوا على جذب المال لو محتاجين المال، على جذب الطاقة الحلوة الإيجابية في حياتكم، جذب السعادة، جذب الشريك الحقيقي لحياتكم، أو جذب توأم الروح أو توأم الشعلة أو توأم الكوني أو الكرمي. حبايب قلبي، إحنا زي ما اتفقنا إن إحنا خلصنا الكرمات في شهر 2 اللي فات. دلوقتي بداية البوابة 7/7 هي بداية الاستقبال، وبداية إنك تستقبل الشيء بإيجابية، وبداية انك تفعل طاقة الجذب عندك بقوة علشان تجذب الشريك المناسب لحياتك، او تجذب الحاجة الجديدة علشان تطلع من طاقة القديم. لو انت لسه بتفكر في القديم فهتجذب الشيء ده ليك، لو انت لسه بتجذب طاقات الماضي بالبكاء والحزن والزعل فانت اللي هتجذب الشيء ده ليك، لان البوابة التقية دي عبارة عن بوابة جذب طاقي كبير جدا من روحك انت. فانت لازم تشتغل على قوة الجذب في الاشياء الايجابية فقط، في الشيء الجديد. اختار التجديد لحياتك، اختار السهولة واليسر لحياتك، اكتب امانيك، اشتغلوا على طاقة الكتابة بايديكم على الاشياء اللي انتوا بتتمنوها على انها باذن الله حققتوها وهتحصل. اشتغلوا على التفكير الايجابي، الفرح، بلاش بكى، بلاش زعل، اطلعوا لي من الطاقة دي خالص في الفترة دي، من اول بوابة 7/7 لغاية بوابة 9/9، يعني في شهر 9، لان شهر 9 هو سبعة بالظبط، هو تقفيل شهر 7. يعني موضوع طاقات الجذب دي هتفضل معاكم وهتستمر لغاية شهر 9 الجاي. هتستمر طاقات الجذب معاكم 3 شهور تهيئوا فيهم نفسكم، لان عندما جت بوابة 9/9 بدأ التقفيل لبوابة 7/7. ده طبعا حاجة بتخص علم الرقم، فانتوا هنا حبايب قلبي لازم تشتغلوا في الفترة دي على البوابة التقية 7/7. من اول ما تبدأ معاكم اجذبوا اهدافكم اللي بتتمنوها بقوة الجذب، بقوة التفكير الإيجابي، علشان الطاقة اللي جاية لكم دي حبايب قلبي والبوابة التقية اللي هتفتح ليكم في 7/7، اللي مش متجوز هيتجوز، اللي خاطب هتترسم العلاقة وهتتجوز، اللي بقاله كتير بيدور على شريك الحياة المناسب هيلاقيه، اللي مش لاقي شغل بقاله فترة هيلاقيه، اللي بيشتغل على طاقة المال وجذب المال هيجذبه بقوة جداً، وفرة مالية دخل عليكم لا محدودة من اول بوابة تقية 7/7 لغاية بوابة 9/9. كمان محتاجين انكم تكونوا مبسوطين، تكونوا في طاقة حلوة، ما تخليش اي حد من اللي حواليك يعكر صفوك او يخليك زعلان بتبكي علشان ما تجذبش الشيء ده. اشتغلوا على العقل الباطن، اشتغلوا على العقل الباطن في جذب الاشياء اللي انتوا بتحبوها في الفترة دي بحب، بيسر، بسهولة، مش بنكد وعياط، وانك مش هتلاقي الحاجة دي تاني لانك فعلا مش هتلاقيها. فحاول انك في الفترة دي لازم تجذب الشيء الايجابي، وتقول انك فعلا هتلاقي كل شيء بتتمناه قريبا جدا، لان في هنا بعد تقفيل الكرمات في 2/2 البوابة التقية 2/2 من شهر 3 التهيئة لبوابة 7/7. فانت هنا كنت بتتهيئ في فترة تدريب، في فترة تهيئة، ليه؟ علشان اللي هيدخل عليكم في الفترة الجاية هو اقوى شيء في حياتكم، بدخول الارض في البعد الخامس، وبدخول الطاقة الكونية وفتح البوابات التقية
فحاول تستقبل وحاول انك ترسل في نفس الوقت. عايز الحب مثلا، ارسل طاقات الحب. عايز الزوج المناسب، ردت في عقلك الباطن انك لقيت شريك الحياة المناسب هتجذبه اليك. عايز توأم الروح، عايز توأم الشعلة، حاول انك تردد التوكيدات الايجابية بانك تلاقي الاشياء دي في حياتك بكل سهولة ويسر. يعني من الاخر هنا رسالتك بتقول اللي انتوا داخلين فيه على البوابة الطاقية 7/7 داخلين على بدايات جديدة، ازالة المخاطر من حياتكم، دورة جديدة في حياتكم، حاجة كنت بتتمناها تلاقيها، زرعت بذور فانت في الوقت ده بتبتدي تحصد اللي انت عملته كله في اللي فات، اللي انت اديته كله، اللي انت اشتغلته كله هتلاقيه. كمان في ليكم رسائل عاطفية، يعني من بداية البوابة الطاقية 7/7 اللي مش مرتبطين هيرتبطوا، اللي بقالهم كتير مستنين الزواج هيتزوجوا. في بدايات عاطفية كتيرة جدا، وفي اشخاص هيتواصلوا معاكم هم اصلا في الوقت ده الاشخاص اللي انتوا بتسألوا عليهم، مخلصين دورة ألم ومخلصين كارمات سابقة، وفي الوقت ده الاشخاص دي اكتشفوا مين انتوا، اكتشفوا ان انتوا التوأم روحهم، توأم شعلتهم، التوأم الكوني. في حد هنا اكتشف الحقيقة، اكتشف انه مش هيقدر مثلا يستغنى عنك، ففي الوقت ده اكتشف سيطرتك عليه بكل شيء. فالاشخاص دي عرفوا غلطهم، ندمانين، عايزين يرجعوا. كده كده في رجوع للاشخاص دي، انما القبول منك انت، في ناس كتير بيحبوكم هيرجعوا لكم. لو انتم مثلا عندكم كذا علاقة في حياتكم، الاشخاص دي حاسين بالندم والاكتئاب والخسارة انهم سابوكم، ففي الوقت ده عايزين يبدأوا بداية جديدة معاكم وعايزين يرجعوا. انما القرار هيكون قرارك انت، اما تكمل مع الجديد او ترجع للقديم. في هنا قرارات قاطعة هتتاخد في الفترة دي، والناس اللي بتشوف 11/11 الناس بتشوف الرقم ده باستمرار، عند ما هيجي بوابة طاقة شهر 11 ويتيجي بوابة 11/11 القرارات القاطعة انت بتاخدها، انت بتاخدها بانك هتبدأ من جديد، لان بوابة 11/11 اللي بتيجي هي قرارات قاطعة وحاسمة وبدايات جديدة جدا لحياتكم. انما دلوقتي انا بتكلم من البوابة 7/7 لغاية البوابة 9/9 دي كده البدايات الجديدة كلها للاشخاص الروحانيين والاشخاص التوائم والناس الروحانيين عموما، بدايات جديدة وحاجات جديدة هتاخدها في حياتك، وبرضو في هنا قرارات قاطعة بتتاخد. انما الناس اللي بتشوف رقم 11/11 بوابة 11/11 هتكون هي القاطع الفاصل في حياتك كلها، هي هتكون شقلبة الطاقة كلها. اما الناس اللي بتشوف حاليا 7/7 ارقام 7 بتتكرر معاها كتير، تعرفوا ان كنتوا حياتكم هتتغير 180 درجة في البوابة الطاقية 7/7، خروج من خسارة، خروج من جرح، خروج من حزن، بداية جديدة، سعادة، حاجات كتيرة جدا داخلة عليكم يا اللي بتسمعوني. عموما الحاجة دي مش للي بيشوف الأرقام بس، مش اللي بيشوف الأرقام المتكررة، اللي بيشوف الأرقام المتكررة بيكون ليهم هدف ورسالة في الحياة بيعملوها. في منكم كمان هيكتشف هدفه ايه ورسالته ايه وبيشتغل عليهم في الفترة دي، شغالين على الرسالة والهدف بتاعتكم، وعلشان كده السعادة داخلة لكم حبيبي. يعني من الآخر 7/7 لغاية 9/9 هي دائرة اكتمال في حياتكم، وللبعض لم شمل، وللبعض سعادة، وللبعض نهاية ألم وبداية مرحلة سعيدة في حياته، وللبعض بداية حياة جديدة خالص خالية من كل المشاكل، تنظيف طاقي، كأنك بترمي كل الحمل والتعب ورا ظهرك وبتبتدي تسيطر على الطاقة اللي جاية بالسعادة. في الفترة دي محتاج منك انك تسيطر بانك تفكر بإيجابية، سيطر على الطاقة المحيطة بيك، اي طاقة سلبية حاول تبعدها وتسيطر عليها بحب وسعادة علشان تقدر تستقبل الشيء اللي جاي. كمان عايز اقول لكم حاجة حبيب قلبي، في شهر 7 محتاجين نركز على سورة ياسين، على الاستغفار، اورادك ما تتقطعش. كمان محتاج انك تقرأ سورة الواقعة للناس اللي عايزة الجذب المال بقوة، سورة الواقعة. في انهي يوم بقى؟ يوم 7/7، يوم 16/7، يوم 25/7. الايام اللي بقولها لكم دي هي ايام بوابات طاقية بتفتح فيها البوابات الطاقية للاستقبال.
سورة الوقاعة للي عايز الرزق، سورة ياسين لأي جذب أي هدف في حياتك، اقرأها في الأيام دي الصبح وبالليل، يوم سب من أول يوم 7/7، وبعدين ده يوم اهو مثلا، مش شرط انك تقرأها بقية الايام، بس انت لو قرأتها دي حاجة كويسة ليك. كمان عندك يوم 16/7 ركز على سورة ياسين والواقعة، وكمان يوم 25/7 ركز على ياسين والواقعة. اما الناس اللي بتقرأ ورد سورة البقرة فهنيئا لكم، هنيئا لكم بمعنى هنيئا لكم. في شهر 7 هتجذبوا كل شيء بتتمنوا، اللي واخدين سورة البقرة كورد او اللي هيقرؤوها مع ياسين والواقعة في التلات ايام دول، اللي هم يوم 7/7، يوم 16/7، يوم 25/7. ابدأوا في طاقات الجذب حبايب قلبي، علشان انتوا هنا داخلين على بوابات تقية هائلة من الاستقبال والبدايات الجديدة والفرحة والسعادة والاستقرار. كل الروحانيين في الوقت ده هيرتاحوا. ياريت حبايب قلبي تدعموا القناة باللايك والشير والتعليق حتى نستمر بإذن الله في نشر الرسالة. كمان اعرفوا حبايب قلبي ان في الشهر ده انتوا داخلين على معجزات كونية، بفتح البوابة دي هيحصل معاكم معجزات مفاجأة. استمروا في جذب اهدافكم وجذب الطاقة الإيجابية الى حياتكم، واعرفوا ان ربك هيجيب معجزات كبيرة جدا في حياتك لو استمريت على الاستقبال الدائم في بوابة 7/7 لغاية بوابة 9/9. 3 شهور اشتغلوا على نفسكم حبيب. انا خلصت رسالة حبيب قلبي، ربكم في التكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.